أحمد قارة، إذا كنت معنا صباحك سعيد، هل لك أن تضعنا في الصورة؟ صباح الخير هاجر، وصباح الخير لكل المشاهدين. كما ذكرتي هاجر، فإن الأمر يتعلق بشبكة تتكون من 5 أفراد متفرقة عبر التراب الوطني، كانت ستستعمل الحسابات أو كان عملها الأول هو قرصنة الحسابات الشخصية للمؤسسات والهيئات كذلك الرسمية في الجزائر. كما كان رياض محرز اللاعب الدولي الجزائري أحد ضحاياها، نتذكر جيدا عندما تمت قرصنة حسابه، وتم بعد ذلك تهديد وزيرة التكنولوجيات الحديثة عبر تلك الصفحة. هي ربما تقديمية أخرى هاجر، ستكون بعد ربما ساعة أو نصف ساعة أمام وكيل الجمهورية هنا بمحكمة بئر موردرايس. نذكر فقط أن الشبكة تتكون من 5 أفراد، سيتم تقديم 3 منهم و2 متواجدون في حالة فرار لحد الساعة، لكن جهود المصالح الأمنية لا تزال متواصلة لتوقيف هؤلاء الفارين منهم. أحمد قارق، كذلك من بين الشخصيات التي وردت أسماؤها والتي كانت ضحية لعملية قرصنة الحساب هو اللاعب الجزائري، طبعا رياض محرز كذلك. نعم هاجر، رياض محرز كان من بين هؤلاء أو من بين ضحايا هذه الشبكة التي تم الإطاحة بها من طرف الشرطة التابعة للشرطة العلمية متواجدين بباب الزوار، أو الفرقة المتخصصة في الجريمة الإلكترونية التابعة لباب الزوار. كان رياض محرز من بين ضحايا هذه الشبكة، والمتكون أفرادها كما ذكرت سالفا من 5 أفراد، سيتم تقديم منهم 3 اليوم و 2 متواجدون في حالة فرار. جدير بالذكر هاجر أن الجهود التي تقوم بها المصالح الأمنية سواء فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني أو حتى الشرطة العلمية أو مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعين للشرطة بطبيعة الحال، هي جهود كبيرة وكبيرة جدا تتوجه أو تتمحور في الإطاحة بكل هذه الشبكات التي تعمل على الابتزاز والتحريض ونشر صور لبعض رجال الأعمال أو السياسيين مقابل الحصول على أموال. كل هذه الصفحات ستكون أو متواجدة في خانة المبحوثين عنهم لتوقيفهم ولتوقيف هذه الشبكات بطريقة نهائية، لأن هناك العديد من الأشخاص ومن الشبكات التي تستعمل هذه التكنولوجيات الحديثة في أمور سلبية وسلبية جدا، هذا قد الأسبوع تؤدي إلى أحمد قارة. ربما انحطاط، يعني لم أسمع جيدا هاجر، أعيد فقط السؤال. أردت الإشارة في خضم كل هذا، هذا ما لاحظناه خلال هذا الأسبوع ككل في محاولة يعني كل من الدرك والأمن الوطني لمحاربة الجريمة الإلكترونية. صحيح هاجر، كل من فصيلة الأبحاث وكذا الشرطة العلمية في باب الزوار كلها يعني تعمل على هذا المحور، هو توقيف أكبر عدد من الشبكات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. ربما العديد منها لا يستعملون هذه الشبكة العنكبوتية في أمور سلبية وسلبية جدا على غرار الابتزاز التحريض، كذلك هم أو هي من بين التهم الموجهة لهؤلاء أصحاب الشبكات العنكبوتية. أذكر فقط هاجر أن ما قامت به فصيلة الأبحاث وكذا ما تقوم به مصالح الشرطة عمل جبار وجبار جدا، لأن مثل هذه الأمور ربما ستؤدي إلى الانحطاط الأخلاقي في المجتمع بطريقة أو بأخرى. أحمد قارة، مفتي تلفزيون النهار إلى محكمة بئر موردرايس، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة، ستكون لك متابعة طبعا لهذه القضية نهار.